نبدأ؟ يلا بينا. هنتكلم النهاردة عن حاجة اسمها البروسيلا. تسمع بيها؟ البروسيلا دي أول ما تمسك البكتيريا، بسم الله الرحمن الرحيم، بنقول الوصف بتاعها دي جرام نيجاتيف بكتيريا، باسيلاي يعني على شكل عواميد، دي نان موتايل ما بتتحركش، ونان سبور فورمينج. يبقى البروسيلا من اسمها تبقى باسيلاي وتبقى نان موتايل ونان سبور فورمينج. تمام. هو ده مرة فاتت صح؟ ايه؟ ده مرة فاتت يعني نيجاتيف ونان موتايل. كده كده. بس هبدأ. وصلنا على النبي. كلاسات البكتيريا دي حاجة ثابتة. البكتيريا نيجاتيف ولا بوزيتيف، شكلها ايه؟ بوصف الحركة بتاعتها ايه؟ نبدأ. دي بتعمل باسوجينيسيز للانيمال، يبقى دي بتمرض الحيوان، وممكن من الحيوان تعدي للانسان، فدي جديده عليها. فالبروسيلا دي بنقول عليها زونوتيك، وساعات بتيجي بالكلمه دي في الامتحان. يعني ايه زونوتيك؟ يعني جايه من زو، جايه من الحيوانات. تمام. بتيجي دايما من الانيمال، بتيجي دايما من الملك. هل انت بتشرب ايه؟ البقره بتشرب ايه؟ بالظبط كده. بتعمل لنا مرض اسمه البروسيلوزيس، فدايما بتيجي من الجزارين. اكتر حاجة بيتصابوا بالمرض ده الجزارين او بتوع الماشية اللي هما بيوع البقر والغنم، هما اللي بيجيبوا لنا المرض ده، ربنا يخليه. منها انواع كتير: بليدينايس، سويس، ابورتس. ابورتس دي اللي مسؤولة عن الابورشن او اللي بتعمل ايج هارد. بليدينايس دي اللي بتعمل في الجوت والشيب او الماشية، دي اللي بتعمل في البيجز او في الخنا. يبقى هي كم نوع؟ ثلاثة. تمام. نبدأ. أولى مرة. طيب البروسيلا دي قلنا جزارين، عايزين نعرف ايه الفرق ما بينها وبين حاجة اسمها الايه؟ الهيموفيليا. الهيموفيليا مش بكتيريا واحدة. معنى كلمة هيموفيليا بكتيريات بتحب الدم او بتعيش في الدم، فهم ميكس. بسم الله ما شاء الله، حاجات سمول وجرام نيجاتيف، ايروبيك، نان موتايل، نان سبور فورمين، بيعيشوا في الايه؟ في البلد. وكتير بقى، كتير. في منهم فلورا متربيين معاك، وفي منهم باسوجين بيعملوا لك امراض. عايز نبدا منين؟ بالهيموفوليك انفلونزا. اكيد اللي متربيين معاك مش هنشرح، احنا نشرح اللي بيعملوا لك مرض، ما هي مش ناقصه، لو شرحنا كل البكتيريا هنموت احنا. نبدا بالانفلونزا. دي جرام نيجاتيف، ما احنا قايلين ان العيله كلها جرام نيجاتيف، في ايه؟ دي شورت، ما احنا قايلين ان العيله كلها شورت، في ايه؟ دي كوكو باسيلاي. يعني ايه كلمه كوكو باسيلاي؟ يعني لا منها كوره ولا باسيلاي. في اللي عامله كده انت كوره؟ لا انا كوره متوله. طب انت متوله؟ انا كوره. يبقى كوكو باسيلاي. دي لونج فيلامنتس فورم، عندها ديول وفيلامنت. تمام. دي كبسوليتد، حواليها كبسول، يبقى عندها نقطتين قوه تخلي بالك منهم، فيلامنتس ان عندها ديول وعندها كبسول. ماشي. طبعا مفيش دكتور هيكتب لك ديول، هيكتبها لك اصوات. معلش. دي محتاجه بلاد، والله منطقي عشان هيموفيليا. حلو. شوكليت اجار، على فكره شوكليت اجار هو عباره عن بلاد عشان ما يحصلش على حاجه. وبرين هارت انفيوجن اجار مليان ببلاد، وهاف لو هيموليتيك اكشن، ودي مهمه. يعني ما بتعملش هيموليسيس، ما بتكسرش الدم، لان اغلب البكتيريا بتزرع على الدم، بنشوف بتكسر الدم ولا بتكسرش الدم، فهي دي ما بتكسرش الدم. تمام. محتاجه دو جروس فاكتور، جروس اكس وجروس في، اللي هو فاكتور رقم 10 وفاكتور رقم كام؟ 5. بس لو بصينا كده على الهيموفيلز انفلونزا، دي ما بتكسرش الدم، بتنمو في وجود اكس وفي، وعندها كبسول. اما البارا انفلونزا دي برضه ما بتعملش هيموليسيس، محتاجه في بس مش محتاجه اكس، وعندها كبسول. اما الهيموليتيكس دي محتاجه كله بس ما عندهاش ايه؟ ده الفرق. نكمل. انتيجينيك كاركتر، طبعا هي عندها كبسول، فاكيد الانتيجين ده كبسول، وبيني وبينك المفروض يقول ان عندها فلاجيلا، فهي عندها كبسول وعندها فلاجيلا، بس هو ما جابش سيره الفلاجيلا، هو اعترف بالكبسول. وفي تيست انت حافظه للكبسول لاي بكتيريا عندها كبسول، اسمه سوالينج تيست. اسمه ايه؟ ان البكتيريا اللي حواليها كبسول بتعمل سوال او بتعمل انتفاخ. بتعمل ايه؟ انتفاخ. وعندها كمان بي سابستانس وعندها ام سابستانس، عندها ماده اسمها البي وماده اسمها الام. الباثوجينيسيس طبعا انفلونزا، يبقى بتخش من الابر ريسبيراتوري تراكت، بتطلع حاجه اسمها الاي جي اي بروتيز.
طبعا انا عارف انك شطور وفاكر الانتي بودي وفاكر انهم كانوا حروف كلمه ماجد اي جي ام واي جي اي واي جي جي واي جي اي واي جي دي، وان اللي كان موجود في اللعاب وفي الحاجات بتاعه التنفس وكنا بنقول عليه جيت كيبر او حارس البوابات كان اسمه الاي جي اي. فانا طبيعي كبكتيريا بخش من البوابات او بخش من الانف، يبقى لازم يبقى عندي ماده تكسر الاي جي اي، عشان كده هي عندها انزيم اسمه اي جي اي بروتيز. انت كده عارف الكلام نكمل. قال لك كمان بتعمل اسيمبتوماتيك كولونايزيشن، يعني بتحتل المكان وبعد ما بتحتل المكان بتبدا بقى تعمل لك شويه التهابات في الاذن الوسطى، على شويه جيوب انفيه، على شويه التهاب رئوي، تشكيله كده حلوه. ربنا يعني ربنا معاك. الباثوجينيس هي ممكن تخش الدم، بس هي اصلا مش في الدم، هي اصلا بتخش في الحته دي وتعمل شويه التهابات. لو دخلت في الدم ان شاء الله هتعمل لك مينينجايتس او التهابات في المخ. تمام. اغلب الانفكشن بتبقى في الاطفال من 6 شهور ل 6 سنين، تتوقع ليه بالظبط كده عشان المناعه. الدياجنوزس، طبعا الدياجنوزس بناخد نازو فرنجيال سواب. ولو سالتك ليه بناخد نازو فرنجيال سواب، هي بتدخل منين؟ بس سبحان الله يبقى لازم ناخد بس منين. طب لو وصلت الدم بناخد عينه منين؟ طب لو وصلت الرئه ناخد عينه ايه؟ بص اللي هو يا صديد يا بص اللي هو او سبيوتم، يعني اللي هو يا ده تمام. لحظه دي كلامك جارح. بص وبعدين نبص تحت الميكروسكوب نعمل دايركت ايدنتيفيكيشن، وبعد ما نبص تحت الميكروسكوب نبص بجرام استين، وبعد كده ناخد تستات اشد شويه ان احنا نحط انتي سيرم وكبسول. انتي سيرم وايه؟ طبعا بتتزرع على شوكليت اجار، وسبب قلنا ان الشوكليت اجار تبع البلاد اجار. يبقى ايه بالظبط انت متربط؟ انت بتقول ايه؟ يعني ده عادي كلتشر او صلاه او لا هو قال لك شوكليت اجار، لان في شوكليت اجار حاجتين زياده عن البلاد اجار، حاجه اسمها اكس وحاجه اسمها بي، خدناهم فوق. ومن شويه احنا قايلين ان البرا انفلونزا بتحتاج الاثنين، بتحتاج تمام يعني ايه بالظبط. واربط اربط عشان ما تلاقيش نفسك بتذاكر هي تحفظها فوق وترجع تحفظها هي تحت. عامل ايه؟ تمام. التريتمنت قال لك ان كل البكتيريا، وعلى فكره اغلب البكتيريا دراج اوف تشويس اس ايه؟ امبسل. طب لو حصل ريزيستنت بنبدا بقى ناخد حاجات اعلى من الامبسل، بس هو مش كاتب. طبعا احنا الترتيب عندنا امبسل وبعد كده فانكومايس، بس هو كاتب امبسل. بالنسبه للادويه دي انا مش بعرف احسها، ما بيجيش مع سكين، بحفظ كل واحد واحد. طيب بص اكتب مش شرط تحفظ، هتلاقيك نفس الدواء كتبته هو كل مره، فاكيد هتحفظ. يعني انت هتحفظ واحد ولو ما نفعش بناخد الثاني او الثالث، هتلاقي نفس البكتيريا سبحان الله، البكتيريا اللي وراها امبسيلين انفانكومايسين، البكتيريا اللي وراها امبسيلين انفانكومايسين، فهتلاقي وحدت انت ان كل الادويه بتتعالج بامبسيلين بقى. فانت اللي هو شكرا. قال لك الفاكسين بناخد ضدها فاكسين الحمد لله اسمه ان اكتف فاكسين. ان اكتف ايه؟ اسمه الهب فاكسين، جايب المفلس انفلونزا وكده. يعني الهب فاكسين ده بياخد 4 دوز، بتاخده عنده 2 شهور و4 شهور و6 شهور و18 شهر، 2 4 6 18. مبروك. طبعا الحمد لله المصريين حاجه غير زي ما انت عارف. هيموفيلس ايجيبتيكس، ما تسالنيش دي موجوده فين، عيب. تمام. قال لك والله دي بس عندها اجلوتينيشن مع الناس اللي عندهم جروب اوريتسا وبتعمل كونجكتيفيتا. فكرني يعني ايه كونجكتيفيتا دي بالظبط؟ التهاب في ملتحمه العين، يعني بتعمل مشاكل عند محمد منير. طب بيقولوا يعني دي بتحصل للناس اللي عندهم مشكله مع الاوريت يعني ولا صلى على النبي. في حاجه اسمها الهيومن جروب او فصائل الدم، تمام. كان في فصيله A وفي فصيله B وفي فصيله AB وفي فصيله اسمها O، اللي عندهم فصيله اسمها O قابله انها تتفاعل مع المرض. شكرا. تمام. بيجي لهم مشاكل في عينهم، ده سبب بكتيريا اسمها الهيموفيلس. هتقول لي بتاعه الانفلونزا، هقول لك لا، الا الهيموفيلس المصريه انها تيجي في العين، عشان مصر ام الدنيا. يبقى انا بقول اللي بعده الهيموفيلس دورسياي. الهيموفيلس دورسياي لا وحش خلينا، دي بتعمل مرض اسمه كانكويد. المرض ده بيعمل حاجه اسمها سوفت شانكر. قول لي يعني ايه شانكر؟ بالظبط زي ما انا اتوقع. ده مرض انت خدته اسمه السيفلس او مرض الزهري، ده مرض جنسي. بيعمل اول في المرحله الاولى بتاعه انه بيخش من خلال الفم، وهو داخل بيعمل قرحه في الفم سميناها شنكر. الحمد لله انت ذاكرت صح؟
كمل. قال لك يا لهوي الحقونا. ده بيعمل سوفت شانكر تمام، بيتنقل سيكشوالي زي التاني بالظبط او فينرا، بيعمل ارسال قرحه بسيطه بس فين؟ في الجينيتاليا في مكان التكاثر، وبيعمل احمرار وانتفاخ ومشاكل في العقد المنفاويه. التشخيص بتاخد اكزوديت. اسالني يعني ايه اكزوديت؟ يعني صح صديق، بنبص عليه ونصبغه بجرام ستين عشان نلاقي شكل البكتيريا، وبعدين نزرعها على شوكليت اجار. وما تسالنيش ليه، وليها تيست خاص بيها اسمه دورسياي سكين تيست. هو ده التيست اللي احنا بنختبرها انترا ديرمال، يعني تحت الجلد. التريتمنت او العلاج تترا سايكلين او سلفون ابيض. اللي بعدها البورديتيلا بريتاسس، مرض جديد تحترمه وتقف عنده احتراما جديد. وبقينا خلصت القديم، يفضل طبعا تفصل دائما وقبل التذكير ده لوحده والذكر ده لوحده، كل مره تقف وانت بتذاكر. حتى دي شورت اوفايد، بيضه كده صغيره، جرام نيجاتيف باسيلاي، شبه الهيموفيلس انفلونزا بالظبط، ايروبيك. وانا كمان خلاص اهدي يا ماما، بتعيش على انريتشد ميديا. وانا كمان ما قلنا خلاص يا ماما، ليها ميديا خاصه بيها اسمها بوردد جينس. اما الثانيه ما كان لهاش ميديا خاصه بيها، كان اسمها شوكليت اجار، كان اسمها ايه؟ اما دي بتحب البطاطا فبتعيش على حاجه اسمها بوتات وبلد جليسرول اجار. بطاطا وبلد وجليسرول، انت اغنى مني ما عليك. دي بتقعد من 3 ل 7 ايام عشان تنمو، وتطلع بتعمل حاجه اسمها ووبن كف. عارف يعني ايه ووبن كف؟ بالظبط كده السعال الديكي، الديكي بيقولوا عليه الووبن كف. تلاقي طفل كده صغير ياخد ووبن كف، تلاقي طفل كده صغير يكح ورا بقى ويجي يا عيني، عشان هي بتعمل له صديد وسددان في الزور وهو بيصحى. فالصوت ده شبه صوت الديك، فبيسموا المرض السعال الديكي. تمام، نبدا. ليها انكيوبيشن بيريد، فتره حضانه. تمام، بعد فتره الحضانه بتكبر، تبدا تعمل صديد. بعد ما تبدا تعمل صديد تبدا السموم بتاعتها تقفل لك في الحلق بعون الله، وفي الاخر ان شاء الله ان شاء الله تعمل لك اختراق سد حلقه خالص الموضوع ده لو ما عرفتهاش طبعا. تمام، وانا بقولك دلوقتي تمام. دروبلت انفكشن، يبقى الاول هي بتيجي من الرذاذ بتلزق في الابيسيليوم. عارف طبعا يعني ايه الفيلم؟ اه بالظبط، يا بتوع الهيستولوجي مش عارف الابيسيليا، هيقولوا لك دي الحاجه اللي بتبطن جسمك من جوه، من بقك، من زورك. خلاص يعني ده الميوكوس. خلاص هذا خارج على الطريق الاستنس. تمام، وبتعمل دس للخلايا دي وبتعيش فوقها بقى. ده اول فتره دي، بعد اسبوعين كده ان شاء الله تبدا بقى تطلع لك توكسين، حبه سموم على مقص كده يسببوا لك كحه وعطس. ما بين الكحه والعطس دول كف كحه ووب، وصوتها مشهور قوي السعال الديكي، تلاقي لون صوته واضح قوي، اي دكتور بيفهم بيلقط الصوت. اول ما تلاقي الصوت ده خلاص ده طفل في الباروكسيمال ستيج، تلحقه بقى قبل ليت ستيج، قبل سايانوزيز ان شاء الله، اختناق وتشنجات، وبعد كده هيقطع طريق صلاح سالم. قطر 6 لكات. التشخيص تتوقع بناخد العينه منين؟ اخد مسحه من هنا او مسحه من هنا، نازو فارنجيا لسواب، مسحه اسمها مسحه، او كاف تروبلت اي نقط بتنزل منه. تمام، نزرعها بقى على الميديا بتاعتنا البورد وبين وبينك يعني طبيا بقى احنا ما بنعملش التستات دي كلها. انت قدامك واحد بيتخنق فتعالجه يا هيموت منك، فبلاش غباوه بس يعني هنعمل ايه؟ بتتزرع على بورد الجورجس او بلاط شوكليت اجار، بتزرعها بتقعد من 3 ل 7 ايام يكون الواد مات. تمام، فبلاش غباوه. في اميونو فلوريسنس، ممكن بالاشعاع وممكن سيرولوجي تيست. تريتمنت اريثرومايس، بس امتى؟ في الاول. اما لو استنيت لحد ما الواد ابتدى يتخنق او كده فده ربنا معاك. الكلاميديا، نبدا دلوقتي مرض لطيف اسمه الكلاميديا. ده اوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا، يعني اجباري داخل الخليه.
ما بيعيش الا جوه الخلايا. بيفكرك بمين؟ ما بيعيش الا جوه الخلايا. تمام. الفيروس طبعا هو الكائن الوحيد اللي ما بيعيش برضه غير ما يخش الخلايا. في كلاميديا بتكاي، وفي كلاميديا نيومونيا، وفي كلاميديا ترايكومونس، وبس اعتقد كفايه ثلاث انواع. اول حاجه كلاميديا باستيكا. الكلاميديا دي بتعمل لك مرض اسمه الباستيكوزيس او الاورنيسكوزيس، والاثنين مشاكل في التنفس. الحمد لله بيقعدوا بيرد طيور. الكلاميديا نيومونيا دي بتعمل لور ريسبيراتوري تراكت، واكيد بتعمل مرض اسمه سبحان الله. الكلاميديا تراكومونس دي 15 سيراج، يعني 15 نوع. في النوع رقم 1 والنوع رقم 2 والنوع رقم 3 بيعملوا سيكشوالي ترانسميتد ديزيز او امراض جنسيه. اما النوع A والنوع B1 والنوع B2 دول بيعملوا كرونيك كونجكتيفيتا من اسمها، ومشاكل في العين وبعون اللي بتعمل لها حاله. اما النوع D والنوع K دول بيعملوا فايتس، التهاب في اليوريثرا اللي هو الحالب، بلفيك منطقه الحوض، حلو، مشاكل في البريجنانسي، مشاكل في الحمل، وبرضه بيعملوا نيومونيا ولكن للرضع وللمواليد، ومشاكل في العين برضه للمواليد. تمام. نركز بقى على الكلمه دي، من في انواع، ولكن مش كل الكلاميديا ترايكومونس عندهم بلازميد. ايه فايده البلازميد ده؟ تمام كده انا كده طمنت عليك. ها؟ ولا توقعتها؟ فاكر ال فاكر الدي ان ايه؟ اه حلو قوي. الدي ان ايه ده حاجه ثابته ولا مش ثابته؟ ثابته في كل الكائنات ولا لا؟ حلو. لو انت عندك صفه سمو او عندك صفه اضافيه، هل حطها في الحق في الدي ان ايه الثابت اللي في كل الكائنات، ولا حطها على حاجه بره؟ بره. عارف اللي بره دي اسمها ايه؟ بره. لا بلازميد. فالبلازميد انا بحط عليه الصفات اللي بتكسبني حاجات غريبه. انا بطلع سموم، اكيد الصفه دي على بلازميد. انا بطير، اكيد الصفه دي على بلازميد. انا بختفي، اكيد الصفه دي على بلازميد. فمش كل الترايكومونس عندهم ايه؟ بلازميد. يعني مش كلهم عندهم القدره انهم يعملوا مرض ويتطوروا، ولكن في منهم عندهم بلازميد وعندهم القدره انهم يعملوا ايه؟ انواع جديده. بسم الله ما شاء الله عليهم. يعني الكاركتر عندهم دي ان ايه وار ان ايه، ده بني ادم، ده مش بكتيريا. عندهم نيكلويد وعندهم رايبوزوم، خلاص الكل. عندهم اوتر ممبرين، بسم الله ما شاء الله عليك، كل حاجه. اه بس الحمد لله بيتعالجوا بالانتي بكتيريال انتي مايكروبيال، دي حاجه كويسه. لسه بكتيريا، لسه بكتيريا الحمد لله. بينقسموا بالباينري فيجن او بالانقسام الثنائي. تمام. للاسف بيحتاجوا الهوست سيل، خلايا العين، يعني ما بيعيشوش اللي جوه الخلايا بتاعتك، لان ما عندهمش انرجي، ما بيقدروش بقى يعملوا دي ان ايه ويعملوا طاقه. كل البكتيريات بتقدر تعيش في الطبيعه، تقدر تاكل تراب وتعمل طاقه، تقدر تتغذى بره، تقدر تعيش بره، بس دي ما بتعيش اللي جوه. عشان كده هم باراسيتيزم، يعني كائنات طفيليه. الكلاميديا بتتزرع زي الفيروس بالظبط. الكلاميديا عندها حاجه اسمها ريبليكيتيف سايكل. يعني ايه؟ مش الكلاميديا دي فيروس؟ لا مش الكلاميديا، بكتيريا شبه الفيروس اجباري تعيش داخل الخلايا، ما هي فيروس، وبتموت بالانتي بكتيريا. عندها دي ان ايه وار ان ايه، بتموت بالانتي بكتيريال والانتي مايكروبيال. وعندها دي ان ايه وار ان ايه. الفيروس واقف هناك يقول لك يا ديا ده، اما دي عندها فما هياش فيروس. تمام. ايه الكلاميديا؟ عندها حاجه اسمها ريبليكيتيف سايكل، يعني حياه تكاثر. زي ما انت عارف ان اي كائن زي الكائنات اللي هي من اللخبطه دي لازم ليها قصه حياه، وهي بتتكاثر وقصه كفاح. حلو. البراسيتولوجي بتسلم عليك وعفناك يا بتقول لك بس اغتبا ما انت بيفتح. حلو. اول قصه الليمنتري بطل، هي بديكي عادي. عندها هارد انفكشن فورم، شكل معدي كده، بيخش الشكل ده داخل حويصله.
يبقى شكل ماضي داخل خويصرة تمام، وعنده سلم البرين. الشكل ده نيزر اكسباند انرجي ولا يصنع بروتين، الشكل ده جاي يعديكه بس، هو طوبة كده جاية تعديك شبه الطلقة، لا محتاجة طاقة ولا بتصنع بروتين ولا اي حاجة جاية تحط عليك تمام، وما تستدخلش نفسك، هي هتيجي تعمل معاك الصح دلوقتي. سمول هاردلي يعني عدوى سمول صغير هاردي قاسي انفكتيف فورس، كائن شكله معدي قاسي صغير حواليه حويصلة، لا يستهلك طاقة ولا اي حاجة، هو جاي يعمل وظيفة يدخل جسم دريفرد فروم ذا هوست، يعني بيخش جوه الجسم دريفرد بجايب الحويصلة بتاعته منين؟ اول ما بيخش الخلية عندك بياخد انسجة يحوط بيها نفسه، مش بقى يطلع يادي تاني بقى. انا بقولك هو لسه داخل يعني طلقة جاي لك من بابا طلقة رصاص، حلو، كل اللي هتعمله هتخترق، لا هتستهلك حاجه من طاقتك ولا هتعمل اي حاجه، وهي داخله بتخترق انسجه، الانسجه دي بتحوط بيها نفسها. ده اول شيء ولا البارتي؟ اه ده اول شيء اللي هو الالمنتري. ايه ندخل بقى على الشكل التاني، ريتيكوليت بودي، شكل كبير هش دخل جوه الخليه خلاص. يبدا بقى الشكل ده هو اللي عنده القدره على الباينري فيجن على الان ده بقى بيحتاج انرجي، بيحتاج ايه؟ ده بقى اللي بيصنع وبيعمل مخازن وطاقة وبياكل وبيشرب وبيعمل كرش، يبقى شكل يخربك وشكل يتكسر جواك. ولاحظ ان كلامي جاي تمام. الشكل الاولاني الالمنتري بادي صغير يعديك وبس، مش محتاج منك طاقة، مش محتاج منك اي حاجة، هو داخل يحتل ويأتي. الشكل التاني لا، ده جاي يعيش معاك بقى كده وربنا يكرمك يعني. بس ادي الزيرو اور اهو تمام. ايه اللي هيحصل في الاول خالص؟ فاجوسايتوسيس هيتبلع وهو جوه جسمك بيبدا يغير شكله، يقعد ينقسم ويكبر جواك، بعد 24 ساعه 30 ساعه يبقى كبر انقسم جواك، يخرج يطلع الكائن المعدي الصغير، لو انت كحيت او عطست يخرج كائن تاني، يدخل جوه كائن تاني يتبلع بالوايت بلاد سيل، بعد ما يتبلع بالوايت بلاد سيل يغير شكله للشكل اللي بيتكاثر، يكبر يزيد يتكاثر جواه واحد يكحه ويطلع ينفضل. يعني هو بيكتر هو الجسم حلو بيتبلع بالوايت بلاد سيل، يفضل ينقسم جوه الوايت بلاد سيل، بيتحول بقى للشكل التاني، يفضل ينقسم ويكبر ويكبر ويكبر، بعد 30 ساعه يبقى جاهز يخرج يعدي حد تاني. قصه كفاح برضه يعني، مش اي حاجه. التراكوما، قال لك التراكوما دي بيصنع كميات كبيره من الجلايكوزين وبيتصبغ بلوب الايودين، الباتساي والنيومونيا تمام. كل الفرق ان المخازن ما فيهاش جلايكوزين، يبقى التراكوما دي عندها جلايكوجين، دول ما عندهمش جلايكوجين. لو سالتني يعني ايه جلايكوجين، تعال هنروح لبايو 2 بايو 2 نقعد. فاكر بايو 2؟ لا تعرف دي اجابه جميله. الكلاميديا موستيكاي قال لك والله ده زونوزز، يعني مرض بيعدي الحيوه تمام، وبيعدينا احنا كمان في اللور ريسبيراتوري. ايه وحله؟ تتراسايكلين وإيريثروميس. حلو، لو انت هتذكر الحته دي بالكتاب، تحفظ اسم المرض، تحفظ كلمه زنوزس، تحفظ التتراسايكلين والإيريثروميس. الكلاميديا نيومونيا دي بتعمل تيبيكال نيومونيا، كلمه بيتنقل بالدروبلت لور ريسبيراتوري تراكت وبيتعالج. بص هتلاقي خد بالك فاكر بقى، فاكر بقى بقول لك وانت بتذاكر اكتب بس الادويه سيبها على جنب هات يوم في الاخر الله ده انت نفس الدواء الله فاهم. الماده دي عايزه مقارنه جدول طبعا، احلى حاجه ليها. بس المشكله في حاجه لما بتحاول تذاكر من مقارنه جاهزه، لان في عيال عندكم هتلاقيهم ربنا يخليهم وينزلوا مقارنات جاهزه بتحفظهم صفوفهم كان بعضها. ده اللي حصل معاك في الفرد بقى، عشان كده بقى يا تكتبها بايدك يا تذاكرها كده يا بايدك يا لا دخلت الفورم على قصه كده بس ده واجب وطني، فعشان كده بلاش اكتب
انت كتبها، انت كتبها، لو انت كاتبها اه ليه بالظبط انت اللي هتفتكرها، اما لو حفظتها جاهز شكرا دخلهم في بعض 100% لو انت مين. نبدا الكلاميديا ترايكومونس اي انفكشن، بتعمل مشاكل في العيون على راي منير. تمام، دي كرونيك فلوكولار كونجكتيفايتا، بتعمل مشاكل في العين. الترايكومون نوع ايه؟ وبي 1 وبي 2 وي سي. المرض ده بيتنقل من الام، بيتنقل منين؟ بيروح يعمل لك مشاكل كرونيك كونجكتيفايتيف، مشاكل في العين. تمام، وغالبا بيتحرك. لو كملت بقى بريزيستنت انفكشن او ري انفكشن، يعني العدوى لا قعدت في جسمك، ده طبعا نتيجه عامل عمليه او عامل ليزك او مناعتك قليله، فممكن العدوى للاسف تقعد. تمام، او يجي لك ري انفكشن، ساعتها المرض بيجي فين؟ بيعمل لك انفلاميشن في الايلت، ويعدي ان شاء الله ان شاء الله فين؟ في القرنيه. بعدين يعمل لك قرحه في القرنيه كده، بدنا نتكلم كلام كبير كلام كبير كلام كبير، طالما قرحه بالقرنيه. يعني قرحه؟ لا، كورنيا القرنيه، سكار هي اللي فوق او ندبه، ما هي كلمه سكار. انت فاكر سيمبا كان عنده اسمه ايه؟ سكار. هو عشان فاكر عشان كان عنده خط كده سكار، يعني ندبه، ندبه في القرنيه. ده بجد على فكره، ده من وانت طفل يعني، هو سكار تلاقيه واخدها كده. نفسي اعرف فالاسم، هو اتولد سكار يعني، هو وهو نون كان عنده العلامه دي؟ اكيد لا. التردد بيصير بسبب الكلمتين دول. يلا ما عليك، بتيجي بتعمل لك ان شاء الله بعد العدوى ب 15 ل 20 سنه هتجيب لك عمل. اي قرحه حصلت في مكان، المكان ده هيهلك، بس امتى؟ فانا بقول لك بعد 15 ل 20 سنه. افرض انت مت قبل، يعني هو بيقول لو جالك قرحه بعد بعد القرحه دي من 15 ل 20 سنه هتتعمل. تمام، وخد بالك نفس الموضوع ده في تليفات الكبد، هيجي لك تليف كامل للكبد. بس الله اعلم انت، تمام، جايز ربنا يفتكرك قبليها، مش جايز عربيه تخبطك وانت خارج من هنا. الله. الكنترول بريفنشن اوف ري انفكشن، احنا اهم حاجه عندنا لو انت خدت بالك كلمه سحريه انا قلتها، ان المرض ده بيتعالج لوحده اهو. لو جالك اكيوت هو هيتعالج، المشكله لو جالك تاني، ادي كلمه السر هينفخ هيعميك، عايز اكتر من كده يعني. تمام، الكنترول امنع الري انفكشن بعد اذنك لو سمحت. التريتمنت بنديك تتراسايكلين، بنديك ازيثروميسين، تمام، وممكن سيرجري عشان نمنع العمى، وده بيبقى ذكاء بصراحه، ان يبدا عندك المسكار الندبه، الدكتور يبدا يصلح المسكار. طبعا معاك، معاك قوي انك تعمل عمليه عيون وتشيل المسكار شبه الليزك بالظبط. تمام، مع ان الليزك بقى رخيص شويه الايام دي يعني، بس هي شبه الاي انفكشن. اصابات العيون انكلوجن اوف سالمك نيونيتريوم. نبدا، تعال، دي بتحصل انكلوجن كونجكتيفايتس. طبعا انت شاطر وعارف ان ايتس يعني التهاب، وكونجكتيفيتا يعني ملتحمه، فيبقى التهاب في الكونجكتيفيتا او التهاب في ملتحمه العين. هتقول لي امال ايه القرنيه؟ هقول لك كورنيا، ولسه واخدينها فوق. واهدى بقى، هتقول لي ايه الفرق بين القرنيه والملتحمه؟ وراح بص كده اقول لك الابيض والملون. واهدى اهدى. ده بيحصل بسبب النوع اللي اسمه منديلكي. هتقول لي ايه الانواع دي؟ هقول لك خدنا الانواع فوق، ماشي ماشي. وده بيحصل في الفتح، ده بيجي بسبب انك احتكيت مع شخص معدي، وخصوصا الام، وهي بتنقل لك، بتعمل لك المرض، فاسمه اوفثالميا نيونيتريوم، لانه بيجي للرضع في عينيهم. تمام، بس تشخيص بنلاقي عندهم، ناخد مسحه من القرنيه بنلاقي عندهم المرض. العلاج احسن حاجه نديهم مضاد ايه؟ مضاد حيوي. تمام، الجينيتاليا واضح انه جاي من مناطق التكاثر، واضح جدا ان الام هتلبسه لعيالها، مش محتاجه اقول لك يعني. في الميل بيحصل لهم يوريثرايتس، التهاب في اليوريثرا والابيديدمس. تمام، في الفيميل بتبدا العدوى من تحت،
من السيرفكس سالبيجايتس وبعديها بي اي دي او بلفيك انفلاماتوري ديزيز. خدت كوميونيتي ولا لسه؟ درست مذاكره ماشي. هو بلفيك انفلاماتوري ديزيز ده هتلاقي عنوان شابتر. هو يعني ايه ايبيديميكس؟ تمام. ايبيديميكس يعني ايه؟ ايبيديميكس دخلتش طب فمش عليك الحته قوي. اليوريثرا دي منطقه اسمها الحاله، الابيديدمس دي منطقه اسمها البربح، والاثنين في الجهاز التكاثري. وانا متاكد انك مش عارف يعني ايه بربح، وساعتها هنضطر نجيب صوره ونجيب صوره للخصيه يعني بالظبط. عارف اللي هو شكرا. السكار بتيجي دايما من كرونيك او ريبيت انفكشن، من العدوى المزمنه او اللي جت او المتكرره. تمام. ودي بتعمل لك ان شاء الله ستيريليتي او تعمل مشاكل في الحمل. تمام. في النوع اللي هو L1 و L2 و L3، وده بيعمل حاجة اسمها ليمفانيزوما برينكيا، ودي بتحصل مشاكل في التكاثر بعديها مشاكل في الليمف. ريكتال انفكشن يعني ايه ريكتال انفكشن؟ هل دي بتيجي من منطقة الريكتم؟ الكلاميديا بتعدي الريكتم في المان وفي الومن، وبتنتقل من منطقة السيرفكس منطقة الفاجينا. تمام. سيرفكس كلاميديا انفكشن غالبا هي اسيمتوماتيك، يعني باعراض ولا بلا اعراض؟ وبتعمل لك حاجة اسمها بروكتايتس، تعمل ريكتال بين، ألم وبليدنج ونزيف. ريسبيراتوري انفكشن، بس ده انهي نوع؟ مكملين زي ما احنا كلاميديا ترايكومونس. ممكن تعمل لك مشاكل ايه؟ دي بتيجي للادلت واللي عندهم انكلوجن كونجكتيفايتس، يحصل لهم ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، وخصوصا لو الناس دي اميونو كومبرمايزد، يعني المناعه بتاعتهم ايه؟ قليله. النيو بورن بتيجي من كلاميديا ترايكومونس. التشخيص بتيجي من ملتحمه العين، من اليوريثرا او منطقه الحالب. تمام. بص صد، بتاخد مسحه وبتصبغها بصبغه اسمها الجميزه. عارفها البنات؟ لا دي صبغه. بعد ما تصبغها تمام ممكن تدور على الانتيجين بحاجه اسمها إلايزا. مش المغنيه يا حبيبي. انزايم لينكد اميونو سبريسنت اس، هي إلايزا حلوه قوي قوي قوي. وبنعمل لها تيست اسمه النات او تيست للكلاميديا، بتحطها في اليقصاق او صفار البيضه، وممكن نعمل لها سيرولوجي دايجنوس عشان ندور على الانتي ايه التريتمنت، تترا سايكلين وريسومز رابع. والازيثروميسين ممكن يشتغل هو برضو. وطبعا احسن حاجه بالنسبه للبريجمنت وومن اريثروميسين او اموكساسيلين، وده ثابت. اي واحده عندها انتفاخ، اي واحده حامل بنديها اريثروميسين او طبعا الراجل بعد كده حس ان الدنيا رخمه شويه فراح عاملها لك جدول. تمام. كلاميديا ترايكومونس ونيومونيا بس طال. ده بيجي للبيرد، ده بيعمل لك مشاكل التهاب رئوي. هو لو فاكرت الجدول لا طبعا ناقص. بص لاي جدول في محاضره بالذات نادرا بيبقى مظبوط. تمام. ولا حتى نراجع بيه، بس اللي هو الجدول بيبقى من الاخر حاطط كلمه من كل حاجه، كلمه فعليه. يعني بص هو كتب المكان بتاعه، ولا كتب العلاج، ولا كتب اي حاجه، يعني لا كتب العلاج ولا كتب القصه، ولا كتب بقى في النص الادلت والبريجننت وومن، وان في نوع للاطفال، وان في الادلت بتعمل مشاكل في التنفس. لا هو كتب والله ده انها بتعيش في البيرت، بتعمل مشاكل رئويه. تمام. جلايكوجين كونتيننج، ما عندهاش جلايكوجين. تمام. وانها ما بتتاثرش بمضاد حيوي اسمه السلفونامايد. عارف اللي هو نعم. والباقي حضرتك انا بقالي فيها حر. اما الترايكوموتس
هيومن، بس انت عارف يعني الجدول يلفت نظر الحاجه واحده، وانا بذاكر اخد بالي ان ده نوع وده نوع وده نوع وفصلهم عن بعض اكتر من كده. نوع دي بتيجي للهيومن تعمل لهم برضو مشاكل في العين، مشاكل في جينيتال تراكت اللي هو بيفكرني بس يس طبعا دي كانت بتستهلك الجلايكوجين وبتتاثر بمضاد حيوي اسمه السلفورامات. النيومونيا دي بتيجي للبني ادمين ابر ريسبيراتوري تراكت اقل من الباستاي تمام نو هو تقريبا شال الشمسيه من هنا بدات تتكتر ايه ده؟ ده بيفهم الريكيتسيا. تسمع عن مرض اسمه الكساح؟ اسمع بس ما اعرفش ايه بقى ايه الكساح. قال لك ده فيه ريكيتسيا وفيه كوكسيلا وفيه اشريشيا، ده جرام نيجاتيف كوكو باسيلاي، ده انتراسيلولار باثوجين تمام. قال لك ده الريزرفوار از انيمال، بيتخزن بانيمال وبيتنقل من خلال انسكت يعني حشره بياخد من حيوان دي الانسان. ده اوبليجيت انتراسيلولار، ما تعيطش بقطع اللي فوق برضه كان انتراسيلولار فالاثنين بيتخانقوا. ده بيحتاج حاجه اسمها كو انزيم اي وناد واي تي بي. التاني بيقول لك وانا كمان على فكره، بس بس احنا عارفين ان انت كمان يعني دكتور هو بيجي يعني بيروح للحشره انسكتيفيكتور بص يا باشا يعني بيبقى المرض عند حيوان الحيوان ده عايش في امان الله، جات له حشره قرصته، نفس الحشره دي القذره اللي قرصت الحيوان جات قرصته، فالحشرة هي اشتغلت دور الناقل ما بين الحيوان وما بين تمام وما تغلطش في الحيوان لان احنا بالنسبة للحشرة احنا الاثنين حيوانات، فزي ما قرصت زي ما قرصتك تمام، بس هي اللي ما تعرفوش انها خدت المرض منه وبقيته لك تمام. حشرة وحشة الريكيتسيا دي بتطلع بقى في السيتوبلازم بعد كده تمام. اما في الايوكاريوتيك سيل، اما الكوكسيلا والاشريشيا بتنقسم في السيتوبلازم. هتقول لي ايه الفرق؟ اقول لك دي بتنمو جوه السيتوبلازم بحريه، اما دي بتعمل حويصلات جوه السيتوبلازم. هتقول لي فرقت؟ هقول لك شويه وهتعرف هي فرقت فين. ده دلوقتي ما تبانش حتى هما نفس العيله. تمام؟ نبدا. الريكيتسيا دي بتيجي بالبيض بالعضات بتاعت الحشرات اللي عندها المرض. تمام. الريكيتسيا بيبقى عندها حاجه اسمها الفوسفولايبيز، وما تسالنيش الفوسفولايبيز ده بيعمل ايه لانه اكيد بيكسر ايه؟ الفوسفوليبيد. السيل ممبرين بيسلم عليك وبيقول لك عيب كده تمام، هو كان جواه فوسفوليبيد. انت لسه واخد فارما؟ فاكر الفوسفولايبيز؟ بيكسر الفوسفوليبيد ايه؟ فاكر في الامتحان قلت لك دلوقتي ازاي؟ اهي دي اجابه فريده من نوعها تمام؟ اهنيك جديده بصراحه. وانا افتكرتها في الامتحان ابقى افتكرها دلوقتي. حلو. قال لك الريكيتسيا دي عندها بيبقى انزيم اسمه فوسفولايبيز بيخرب السل بتاعتنا وبيكسرها. بعد كده بيوصل الاندوثيليوم يبدا ينقسم جواه وبيعمل لك فاسكولايتس او التهاب في الاوعيه الدمويه وراش وطفح وبعد كده إديمة انتفاخات مائية وبعد كده تسريب. بيعمل في الآخر ثرومبوزز جلطات وثرومبوسايتو صعبة. في منها نوع سبوتيد فيفر جروب، يبقى واحدة واحدة الدنيا بتخشش في بعض لأن اللي فات هو مرض واحد بس كذا عيله جواه، وده برضو مرض واحد ويبقى كذا عيله جواه. فالريكيتسيا لحد دلوقتي احنا بنتكلم عن العيله ككل اللي هي ريكيتسيا وفي نفس الوقت كوكسيلا وشريشيا، في حاجات مشتركه ما بينهم. خلصنا دخلنا في الريكيتسيا ايه بس اللي بتيجي من الحشرات وبتعديك تمام. نبدا بقى الامراض اللي جايه من ده. اول مرض اسمه اللي سبوتد فيفر، ومن اسمه تتوقع بيعمل لك ايه؟ وسبوت عارف يعني ايه بقع 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 تمام. قال لك والله دي روكي ماونتن سبوتد فيفر ريكيتسيا بوكس اند ميثيريان سبوتد فيفر. اول حاجه
روكي ماونتن سبوتد فيفر، ريكيتسيا بوكس، وبس كفاية بقى. نبدأ أول حاجة روكي ماونتن سبوتد فيفر، دي بتحصل من نوع من ريكيتسيا اسمها ريكيتسيا ريكيتسياي، الناقل العتة، بيتنقل من حاجة اسمها الايه؟ العتة. العتة ده مش الفار؟ زينا خدناها بكده. الفار ده الحيوان اللي بتقرصه العتة، تروح واخد المرض وتروح جايبها. هو التك ده مش الفار ده عتة؟ التك دي حاجة بتتنطط، ما علينا ما علينا. عشان لازم صورة. عشان نكتب التك واكتب كده على جوجل وجيبها لك وكده. بالظبط. وبعد كده تنقل لك المرض. بعد يومين لست ايام من القرصة بعون الله فيفر هيدك راش، عشان كده ما تروح لدكتور عشان خاطر النبي يقول لك القرصة دي جات لك من ايه؟ وانت تقول له مش فاهم. وانت اصلا كنت الاسبوع اللي فات في مصيف يا معفن، الفندق درجة ثالثة يا تيت، والفندق ما كانش بينظف كل شوية يهبل، وانت ما جبتش معاك ملايات وانت رايح المصيف ليه؟ فتركز ها؟ عشان ما تخنقنيش. حلو؟ فتخليك مركز في حاجة زي كده، عشان الدكتور اما يسألك بيجيلك فقد ذاكرة. والراجل يقعد عادي، هو انت مسمر ولا لونك كده؟ تقول له انا مسمر، اصل كنت في مصيف. كنت في مصيف فين بقى؟ تقول له كده. خدت غيرت الولايات؟ تقول له يعني كده لو عشان يوصل في الاخر. هي المرض اهو من يومين لستة، يعني احتمال تبقى روحت. يجيلك فيفر وهيدك، طفح جلدي، ارهاق شديد في العضلات. تمام. بس المشكلة ان كل الناس تقول لك ده مجرد قلس، ده مجرد تعب من المصيف. فانت تقعد مركز لو سمحت، يعني مش شرط الليزون اللي عندك تبقى مجرد تعب من المصيف، وخصوصا لما تظهر في الريست والانكل اللي هما حتتين المفروض اللي ما لهمش علاقة بالمصيف، وبعد كده بتتنقل في جسمك كله في ساعات بسيطة. تمام. التشخيص بيبقى اعتمادا على ظهور الطفح الجلدي، وخصوصا في حتتين لو حصل فيهم طفح جلدي فبعد اذنك مش منطقي انه يبقى مرض سحر. ده وده بطن الايد وبطن الرجل، عمري في طفح جلدي لقيته في بطن ايدك وبطن رجلك؟ فاكيد لو عندك طفح جلدي ابتدى بعد المصيف من يومين لست ايام، الاول ظهرت بقع وبعد كده البقع اتنشرت ووصلت لبطن ايدك وبطن رجلك، فبعد اذنك ده مش مرض عادي، ده اسمه الروكي ماونتن سبوتد فيفر. تمام. ان شاء الله يجي لك جلطات لو كسلت، وبعد الجلطات بعون الله هارت فيلير. التشخيص اميونو فلوريسنس انتي بادي اويل فليكس تيست. تمام. بس التريتمنت تترا سايكلين وكلورام فينيكول، ودول بيتاخدوا في الفيرست ويك في اول اسبوع من المرض. لو اتاخرت لان هيبقى عندك جلطات، لو اتاخرت كده كده انت هتكمل في المستشفى ما تتهميش معاك بقى. تمام. يلا الريكيتسيا، تاني نوع اسمه ريكيتسيا بوكس، ما بيحصل بنوع تاني اسمها ريكيتسيا اكاري. المرض ده بيتنقل بالرودنت مايت، يعني عضلات الفيران. تمام. ده بيجي لك البس تعب بس على مرحلتين، مرحلة أولى ومرحلة طيب. نبدأ الأول مكان العضة بيحصل لك ليزون فأنت بتكسل، بعدين يحصل لك بلاك أكار، حتة سودة بجلدك وحمى. طيب. بعد كده عون الله الطفح الجلدي يبدأ ينتشر وفي كله ده بيتعالج بعد أسبوع وما بيموتش الحمد لله. تمام. بتاخد تترا سايكل لمدة يوم او يومين. مرض جديد اسمه الطيف. ماشي. الطيفس جروب ده مرض جديد بيتنقل من برايمري لاوس، كائن اسمه برايمري لاوس بور لطيفس فيفر. كائن ده ايبيديميك، يعني ايه ايبيديميك؟ لا هو وباء محلي. تمام. بيحصل بسبب ريكيتسيا بروزيكاي، ده بيجي عادي جدا من البادي لاوس. تمام. هو البرايمري لاوس بيتقال عليها بادي لاوس،
تمام. الهيومن بادي لوز ديفكت وايل ات فيد اند ذا اورجانيزم كان رابط انتو ذا بارت. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك بيخرج من البروز بتاع الكائن المعدي وبيتغذى عليه كائن تاني وهكذا. الهيومن بادي لوز يعني يفقد جزء من جسمه زي اللي هو قبل مثلا وبعد كده ده بيتغذى عليه الكائن. انت بتقول ايه؟ الهيومن بادي لوز ده مثلا منه ده الكائن، ده الكائن اهو. بودي لوز ده كائن ولا حاجه؟ ايوه ده كائن اهو ترانسميتد باي بودي لوز. دوكها لوز، دوكها لوز، دوكها ال او او اس اي دي ال او يو اس اي. في فرق فرق بعد كده. الاورجانيزم ده بقى الكائن ده تمام، انت كبني ادم بتتبرع، فهو بيتغذى على البراز او بيخرج مع البراز بتاعك وبيتنقل. هو في مكان التبرز ده هيجي في كيت تمام. 1 تو 2 ويك بعد العضه الفيفر بينتشر، صداع، التهاب في العضلات، رشح جلدي. يبدا الرشح ده ينتقل في الترانك جزء الجسم وبعدين يروح للاطراف. بعد كده بعد ما يوصل للقلب ونبدا دايما الريكيتسيا، الامراض دي بيقولوا عليها الامراض المستوطنه دي، غالبا قبل ما انت بتروح المنطقه اللي فيها الامراض دي بتبقى واخد هاتعين. انا ما تبقاش رايح جبهات افريقيا او واخد منطقه مشهور انهم بيموتوا هناك بكده وانت مش رايح بالطعم. يعني ده الحج يا راجل بتروح بالطعمين وهم ما عندهمش حاجه اصلا تمام. بس طبعا هم ليه بيطعموك قبل الحج؟ عشان البيض اللي بيجوا من روسيا واللي بيجوا من مناطق تانية بيبقوا حاملين لأمراض هي بالنسبة لهم أمراض، هم حاملين ليها وهي بالنسبة لهم موجودة في مناعتهم وجايين يختلطوا بحضرتك، فهم يطحوا ويعدوك وانت ترجع ميت عشان من طعم جانب. اللي بعديها ريكارنت تايفس أو بريلز ديزيز. بعد كده اللاوس بتعمل ريليس، ريلابس أوف لاوس. يعني ايه ريلابس؟ ريلابس المرض يرد تاني. حلو. بيظهر بعدها من 10 سنين ل 40 سنه. واو. يعني المرض يعني مرض عمره بالظبط. شوف بعدها بكام سنه؟ من 10 سنين ل 40 سنه ويرجع يخلص عليك. ليه؟ لان اكيد بعد 40 سنه المناعه بتاعتك هتبقى ده مرض صبور قوي. في بعض الاشخاص الريكفري از نوت فولود باي اريديكيشن اوف انفكشن. يعني العلاج مش معناها التخلص من المرض. مرض عندك بس مستخبي. ايه؟ مرض مستخبي. مرض قاعد جواك زي الفيروس بالظبط. يقعد فترات طويلة ويقعد في الريتيكل والاندوثيليال سيستم في جسمك لمدة سنين. بس كده. بيبقى أضعف من البرايمري انفكشن، بس أنت اللي منعتك بتبقى ضعيف برضه، بالنسبة لك إن هو قوي. يجي يعمل معاك الإيه؟ الصح. صح بجد. المارين تايفوس أو الإنديميك تايفوس ده بيحصل ديكيتسيا تايفيال. ده بيجي من الرات فلي. ده بالفران. معلش يعني ايه مارني طايفي يعني ايه بيكس طايفي؟ وده اسمها. وده اسمها من الاسمها. دي بتيجي من الرات فلي، يعني انت عندك الاسم وبيتنقل من ايه واسم المرض ايه؟ يعني اسم البص. عندك اسم كائن. اللي هو اسم البكتيريا. تمام؟ واسم المرض اللي بتسببه البكتيريا واسم الكائن اللي بينقل هذا المرض. معناش اسئله مثلا اجرب بيها نفسي عليا النعمه اقدر اخد بس الاسامي دي واروح حاطط لك هنا فراغات والبسك عليها بنفس المخاطر. فانا هعملها معاك سهل. انا بالنسبه لي كل اللي هعمله المرض ده بيتنقل بايه؟ بتاع ايه؟ واحد بس. بالذات في الماده دي اسئلتها هو شرحها. ما في ما عندناش بقى مش محتاجين كبيره وكده. هما ما بيلفوش عشان هما مش محتاجين يلفوا. هي اصلا ماده لفه لوحديها. لا مش هي لفه لوحديها، يعني مواضع الاسئله فيها كتير مش اكتر. يعني الفرم لا ممكن لو جابها دغري تحل فلازم يلف. اما دي مش محتاجه يا باشا. انا كل اللي هعمله اروح شايل اس ترانسميتد باي دكر افتكر. بس افتكر. حلو؟ اروح جايب اسم الكائن واقول لك قول لي انت اسم المرض، اسم الكائن واقول لك انت اسم الناقل، اسم المرض واقول لك انت هات العلاج. بس فسهله بالنسبه لنا يعني.
الفريديفيكيت قال لك تيك ابلاد دي اللي هي بتاخد منك شويه ده من خلال الموت الجرح هيتطورك وتاخد منك ده بعد اسبوع اسبوعين يجي لك شويه هيدك مايليج فيفر ريش الميزه حاجه واحده نفس الاعراض دايما الفرق دي ملهاش كومبليكيشن ملهاش مضاعفات اللي فاتت دي ليها مضاعفات ده المرض الاصلي اهو مضاعفه وليه كمان رجعه تمام اما دي ملهاش مضاعفات يعني الفرق على لعبه اما الاعراض هي هي تمام التشخيص فلو خدت بالك ده بتحفظه كله تحفظت اول مره بس المرض الاعراض مش هتحفظها تاني بس كل مره هتحفظ الاسم اسم الناقل تمام اسم العلاج اللي هو بيتكرر برضه عشان حبيب. نبدا بقى بالتايفوس جون هتقول لي نعم هقول لك تعالى تعالى بس عشان تناسي ده 3-1 لو انت رجعت كده تاني هتلاقينا كنا بنقول كذا مرض فاحنا كل ده لسه فين في الكيس التشخيص بقى بتاعه قال لك ده بيعتمد على السيرم وتيست اسمه ويل فليكس تيست هو بيتكرر على فكره والانتيجين بتاع الطايفي وبتاع البروزيكاي ده من اسمهم الحمد لله والتريتمنت هو يعني الانتيجين ده هو الانتيجين بتاع المرض هو بتاع الطايفي قصده ولا يعني بنبقى ندور على الانتيجين فالحمد لله اسم التيست جاي من اسم المرض صلى على النبي الامراض بيبقى لها تيستات ساعات اسم التيست مختلف زي ده ويل فيليكس تيست مختلف عن اسم المرض وساعات اسم التيست باسم المرض فلما بيبقى اسم التيست باسم المرض بنقول الحمد لله اما بيبقى مختلف لازم احفظه والعلاج شامل ليهم كلهم كلورام في الكيو وتتراسايت مكملين كيو فيفر ده بيحصل بالكوكسين نوع مرض جديد ودنيا جديده على رقم 18 ده زونوتيك ديزيز يعني برضه مرض من حيوان تمام قال لك ده بينمو في البلاسينتا بينمو فين في البلاسينتا التشيب لايف ستوك كاتل شيب الجوت تمام الدرس طيب بيحصل تلوث للارض وبيعيش لمده سنين يبقى تاني الاورجانيزم بينمو في البلاسينتا التشيب لايف ستوك الكاتل شيب الجوت تمام والمرض ده بيجي لك ده بيتنقل بالانهاليشن بالاستنشاق وكمان لا رافر دان طريقه ثانيه والحشرات بيجي بالاثنين الحمد لله يا اما حيوانات يا اما بتشد سي اف تي سي اف تي رافر دان يعني غير ولا يعني بغض النظر يعني هو كده كده كلهم بيتنقلوا بالارثروبود كل اللي فات نتكلم عن المرض ده انت دلوقتي شغال في مزرعه تمام وعندك بقر وعندك غنم واكيد بتنظف وراهم ده تشد المرض بعون الله تمام يا تيجي حشره تقرص البقره وتروح ارصد يا تلبسك كده يا تلبسك كده شوف انت عايز تلبس ازاي تمام بتيجي الدياجنوز بالسي اف تي او بعفه والتريتمنت تترفع